آية عبد الغني، صيدلانية شغالة في معامل وزارة الصحة. عشان بس المجال اللي انا شغاله فيه كنا بنختلط كتير مع مرضى كورونا، فكنا بنعزل نفسنا على قد ما نقدر. فخلال فتره العزل دي بقى انا كنت حابه الخياطه اصلا وحابه التطريز وكده، فقلت بقى ان دي فرصه ان انا ابدا يعني اتعلم حاجه ان انا بحبها. فبدات اجيب يوتيوب واجيب ناس شاطره في الحاجات دي واشوفهم بيعملوا ايه واجيب ماتيريال واجرب عليها، وقعدت اجرب كذا مره يعني. اول حاجة انا بحدد انا عايزة الفستان مقاس سن كام، سنة سنتين تلاتة، علشان اقدر اقص الباترون على مقاس السن اللي انا عايزاه. فده كده ده مقاس سنتين كله يدوي من اول الرسمة. يعني انا الرسمة دي برسمها بقلم، مفروض بقلم حراري او في حاجات بعملها بكربون قماش، فبرسمها وبلونها والتطريز كله، كل حاجة يدوي. في حاجات بطبعها على ورق لو هي فيها تفاصيل صعبة، وفي حاجات بتبقى سهلة انا بعرف ارسمها، يعني انها بتبقى حاجات كرتون يعني معظمها ما فيهاش تفاصيل كتير يعني. فده هبدأ اطرزه بخيط الذهبي، ده اسمه خيط سرمة، وكل الالوان دي بقى همشي على كل لون بالخيط اللي هو لونه بالخيط بتاعه، يعني بحيث ان انا احددها بيبقى شكلها لطيف في الاخر يعني. بخلصها بقى طبعا بقى بتتغسل عشان خاطر البهدله اللي فيها دي، وبعدين بقفله بقى كفستان يعني. في الاخر ممكن بقى بزود شويه حاجات، يعني ممكن احط تطريز بقى، بدخل بالتطريز، ممكن اعمل بالونه متطرزه، اعمل أو ممكن اكتب اسم الطفله، اي حاجه قدامي انا بحس ان هي شكلها لطيف وهيبقى حلو على يعني هعرف اوظفه في فستان طفله باخدها وبعملها يعني. ده عشان فستان عيد ميلاد، فانا اخترت الرسمه دي بنت ماسكه بالونه هكتب تحتها هابي بيرث داي، ويبقى فيه طول الوان كتيره نفس الوان البلالين دي. فده كده في دماغي يعني الفكره المبدئيه يعني بتاعت الفستان ده. الشغل المانيوال ده بياخد وقت طويل شويه يعني، وعلى حسب الرسمه والتفاصيل اللي فيها. في رسمة تفاصيلها مثلا تاخد معايا يوم كامل، مثلا من الصبح الساعة 11 او 10 لحد مثلا بالليل الساعة 9، وفي رسمة ممكن تاخد معايا يومين زي فستان اليونيكورن اللي فات ده، خد معايا يومين بس شغل مانيوال عشان كان في الوان كتير وتفاصيل كتير. انما الخياطة او تقفيل الفستان وقصه والفينش بتاعه ممكن ياخد معايا ساعتين ساعتين ونص. قبل ما ابدا اي حاجة لازم ابقى جايبة نوع قماش انا عارفة ان اللون هيبقى حلو عليه او هيثبت عليه، يعني الروزالين، الاقطان، الحاجات القطن دي اللون هيثبت عليها، الروزالين بالذات اللون بينطق عليه. بجيب بقى القماش طبعا بالبطانه بالطل بكل حاجه، وبعدين بقى اخش على الحاجات اللي انا بستخدمها بقى في الرسم. لازم الخيوط عشان لو في عندي اي تطريز، وعندي الوان فابريك كولرز، دي في انواع منها كتير قوي، فكل واحد على حسب مقدرته والاسعار فيها متفاوته. والابر طبعا الابره العاديه خالص، ابره الخياطه علشان اطرز بيها، مقص الطاره، كربون قماش لو انا هستخدم الكربون في الرسم هشف الرسمه بدل ما هرسمها بايدي لو حد يعني مش بيعرف يرسم. بس دي معظم الحاجات اللي انا بستخدمها. انا بحب الحاجات التفصيل قوي، بحب فساتين البنات قوي، فبس انا مستنيه ان انا ابقى شاطره، او يبقى الحاجه طالعه ما فيهاش اي عيب، تبقى حلوه يعني اللي يمسكها، خصوصا ان انا مبتدئه ودي حاجه كهوايه، فانا عايزه ابقى من مبتدئه لحد محترف. تكلفه الفساتين يعني هو كل فستان على حسب الشغل اللي فيه، بس يعني لو حاجه تقول مثلا او حاجات سواريهات اعتقد انها هتبدا من اول 120، خصوصا لو سن صغير. انما الحاجات اللي فيها رسومات بس عشان الماتيريال وعشان بقعد فيها اكتر من يومين 3 ايام ممكن هتبدا من 200 مثلا. اكتر حد يشجعني في البيت اختي بالذات، خلينا نعمل لها حاجات كتير يعني، هي كده بتشجعني. عندي كذا صاحبه كده كل ما ابعت حاجه يقولوا لي ايه ده، الله دي جميله، يعني هي بيبقى فيها حاجات بس هم لا كملي واعملي بيج، لا يلا هنشير لك وبتاع. فهو يعني هم جميل قوي يعني، ودايما بيشجعوني.